اهلا وسهلا فيكم في بيتي. اخوي ايش هذا التاخير؟ موفن باك قاعدين بيستنوني. موفن باك؟ اه لا اسمع، شو شنطتك حلوه. طلع لسه الاغراض، باقي الاغراض بجيبها بكره. تقول في واحد جوا اذا طلع لها. تعرف يا كبير مين جاي معانا كمان؟ مين؟ ابو الشواكيش الاداره. قول لي هلا بالاداره. بس ايش الحلاوه هاي؟ الله جماعه وصلنا بيتي والله يا زلمه. شايف بيتي مكبره؟ اكيد ما حيفتشوا كذا هيك صح؟ طبعا يا زلمه انا في لي سويت. ساعات زبطت شباب. هي هويتك هي. ابشر والله قد بالعاده دائما هيك لانه بتعرف بيت جديد. خذ خذ اعطيني هويه. بس طبعا ثاني مره ما بتفتش يعني وما بياخذوا هويتي، فهمت كيف؟ لا لا خذ راحتك خذ راحتك. انا بالعاده هيك بطول اصلا قدام باب بيتي. كنت قبل ما ابوك يفتح لك الباب انا عارف. بدنا مصف. وين صفك انت؟ اكيد مكتوبه باسمي. الوكالة مش كان نفسك تركب السيارة؟ والله يلا اطلع اخوك. اذا كنت تقعد طب دير بالك احمسكك يا هناك اخوي. بالراحه في عندك يو اكس؟ كيف تمشي السياره؟ ايش النحسه؟ مش مشكله بقى لانه دوكات راكب وزن زايد. دوكات انزل لو سمحت. وزن زايد جد جد؟ اه والله وزن زايد. لا لا هو وزن عم ما اكلتش قبل ما اجي. يا عيني ايش هذا؟ مع سواحكم متعودين احنا. What is my home؟ انت بتعرف انه انا لي اقامه دائمه هون؟ بيتك بيتي بالضبط. ف حرفيا بيتك حرفيا بيتي. شكلنا وصلنا خلص المشوار. لا خلاص لا بالله خذنا كمان لفه كمان لفه كمان لفه بالله عليك بالله عليك. لا 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 دقيقه هاي لازم اعطيها شو اسمه سينماتيك. يا اخوان بيتي انتوا تدخلوا قبلي والله وقاحه. جاهزين؟ يا الله ما احلى المنظر. انا كنت اتصبح بوجه مروان. يا سلام. باي حمودة. مروان باي. ناجي نكملكم جولة بالبيت. طلعوا احلى. إيه مش دويكات البيت. لك في موز؟ يعني انت يعني مش هيك افتحها والله. خلاص مش شوف عمرك شفت بيت بلت ان فيه كل شيء. ولك استنى استنى بستناك خليني نط. تعال نط يا حبيبي نط يلا. سكر سكر. لا 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 مريح مريح تخيل. لا غير مريح مش مريح. طب ممكن اجرب انا اجرب انا. اوه انا كمان. لا هذا هو كان فيه. المهم تعالوا ناخذكم جولة. خلص بقى شو بدينا بالحمام. تعال بعدين الحمام. ولك الحمام انظف من بيتكم. تعال طلع الحمام. طلع تخيل هي بتنام هون. اسمع بعبي لك يا مي وبدايمك هون. اسمع في شنطات هون بس. فانت ايش بتشوف هون؟ لا 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 يا ابني لا لا. الدوكات بتعود كان عند احمد ابو الرب يشخ بمكانه ويشطف بمكانه. احنا هذا كل واحد يفوت من حمل لحمل بوكوك. هون المفاجأة. ايش مفاجأة؟ غمض عينك. وايش في؟ لا فوت معك زي. لا تفوتش معي يا ابني. انت ايش في؟ ايش قصتك؟ دوكات في شغلة انتم ما انتبهتوا عليها. ايش في؟ خدمة الروم سيركس. انت لاحظت؟ هون يا سيدي هذا التليفون اطلب وتدلل. بلاش؟ بلاش سدينا. اي اشي بتطلبه ببلاش. احاول؟ حكي احنا بديش اطلب. لا لا عادي عادي احنا اطلب بس. الو؟ يا غالي. غالي بتحكي مع اخوكم انت. سامعني؟ الو؟ الغداء بدنا نتغدى يا غالي. بحكي انجليزي؟ اعطيه لحسن. ما عليك ما عليك. ابشكوش تفضل استلم ماما. الو؟ سكر الخط. بدنا نتغدى. هورجيكم كل البيت كامل اللي برا الغرفة. I met you in the summer. يا عيني. يلا let's go. يا الله ما احلى المنظر. ايوه العب يا دودو.
ياكم تعدوا لي كم مسبح موجود هون بالفندق. طبعا المسبح الكبير البحر نقدر نسبح فيه كمان. انا كل يوم بدي اسبح مسبح، كل يوم انا اقامه دائمه هون، كل يوم بدي انط مسبح. امسك لي الكاميرا لو سمحت. استنى شوي خلينا نشوف البرايفت وين. بس لا على فكره والله كثير سمبي والله ركز ولا سمك سمك اخوي. لا بعجبك اخوي. كيف بدي اطلع هلا ابو شاكوش؟ خذ راحتك، هون البيت بيتك، اخوك هون بيته. نط والله سبيح. لا سبيح الله الله حلو المي. ها هو نط لك راس قال شوف الراس صح. يلا نط لك راس. الله شوف دي وشوف دي الله. يا حاك ما حدش بيعرف بعد. يلا ورجيني وين. ها يا عيني هاي اسمها هاي اسمها دوامة البحر. زغلول اه تنزلوا على اليوتيوب. اه تعال تعال سووا لايك واشتراك. يسعد دينك يا زلمة. حطوا لهم حسابي بالانستغرام. ما تحطوا له حسابه بالانستغرام. خلي يحكي حسابه. احكي حسابك. والله خلاص اعطيك اياه بعدين. يعني هلا صرنا شايفين مسبحين. اه. في لسه اربع مسابح. جاد؟ وهلا يا جماعه حكمل جوله بالفندق كامل. خبطها بوجهك الكلام. انت بتحكيها. خلاص خبطها بوجهك. ابو شاكوش كيف كانت الاسباحه؟ الله نايس. ايش مفير الله يشفي بالاخر. جوكات كيف كانت الاسباحه مع الاطفال؟ اسمع ايش؟ هلا بدي اسبحك بالبحر يا كبير. بدي تسيب. والله يا جماعه احنا المنظر شايفين ما احلى احلى منظر ممكن تشوفوه. اوكي انا بحكي عن موفن بيك. الاسباح كانت كثير حلوه. اه كانت. طيب يا جماعه احنا رجعنا على الغرفه لبسنا ولا رايحين على البوفيه؟ بدي اخذ الشباب اخليهم ياكلوا. ادوكات ابو شاكوش جاهزين؟ طلعوا يا جماعه قاعدين قاعد رومانسيه هم مو مبينين. لازم اطلع مرتب قدام. كيف مرتب؟ كيف ضياء شغل لي امسك سؤال دينوت. بكفي هبل. يلا نروح نجهز لك عشاء اسطوري. يلا اخويا تعالك. اسمع بنعمل حالي نعمل حالنا اجانب نحكي بلغه ما حدش بيفهم. خلاص بتكلم يعني. ايوه ايوه خلاص نضحكوا فهمين نضحكوا فجاه مع بعض يعني. اوكي يلا هذا لا مش هيك يا ابني مش اخذ الكلام عشان شوم شيء ولا لا ولا لا ولا فوالا 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 فوالا. الله يغزيك ادوكات فضحتنا. خلينا نتفق على شغله نعمل استراتيجيه عشان الاكل. شو الاستراتيجيه؟ انا بجمع كل شيء زاكي. انت بتجمع ايش بتجمع؟ الحلويات؟ لا انت ما انت ما تقرب على شيء. الحلويات انا ما اقرب على شيء. انت وقف على الزاويه تاكد مفيش حد حوالينا. طيب يلا اوكي. طيب شو هاد؟ شو ايه؟ شو هاد؟ هذا هاي رز وبطاطا وجات. اه والله يا زلمه استكشف منيح. ها اسمع ما تخلوا حدا ياخذ دوري. ماشي يا ايش بدك انت ساعد؟ اسمع في كباب هناك. طب وحد الله يسعد دينك. ايوه حبك هذا كبير. صورت ايش معك يا زلمه؟ بعدين معك انت كل شوي طالع لي زي عفريت العنبه. تفضل. خلاص الصوره زين اخذها من الفيديو. خذها من الفيديو. ابتسم. لا ولا خليه خليه خليه. راقي يا اخوي راقي. كيف شايف الفندق هون؟ حلو؟ عاملينهم باي. طلع طلع هاي من زاكية. اي واحدة؟ هاي؟ شو هاي؟ اسمع اسمع اخوي من كل واحدة حط لي واحدة او تنتين. حطوا تنتين. So we are tasting everything in here. What is that red stuff? That's red velvet. الله عليك دويكات بيحكي انجليزي. بيحكي انجليزي. ولك ابدعت. بسالني بحكي معه انجليزي قاعد. اسمع دويكات طلع خنزير انجليزي. وعطت اللهجه. شفت اللهجه؟ شفت اللهجه؟ بالاكسيدو. والله قلت له هيك. والله. طب يلا حط لي عشان اكل. والله هو انا بصراحه يا جماعه انا ما باكل حلو كثير. لانه دمي زي العسل. خذها خذها. احذروا يا جماعه مين يجي عندنا ضيوف. وو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 
كله إلك؟ كله إلي. هاي حديقتك؟ حديقتي اه. نايس. أنا نبوف بيك حكوا معي، قالوا لي شفناك وأنت متمرمط بالبحر ميت، فبدنا نعطيك غرفة ملك لإلك.
اوف انت جوا هيا يا اقوى كثير قوي اه ملك ولا شوكولاته لو سمحت ممكن تاخذ ابو الروب تروحوا معك زغلول اه حبيبي من العشاء اخوي بدي اتعشى هلا لعيونك تعال اخوي تعال يا حبيبي عبي لي بطني طلعوا المفاجاه يا جماعه واحد اثنين ثلاثه السلام عليكم يا قوم قول لي مش اي معنى من اللي قاعد بسويه نعمل ترانزيشن بوجه ابو الروب بس ما في عندهم فيل فيل اوه هذا احسن انواع اللحمه عبود انت اللي. في 30% ضريبه على الفندق ليش مالك شو الحمار هذا هتدفعنا لا ليش تضيف تدفعنا تاكس ولك على الفندق مش عليكم يعني احنا مش هندفع ولا اي شيء لا 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 اخوي جاهز قاعد بدفع اخوي عادي ما هو احنا واحد طب خلينا نروح انام انا دام هاي التخت تبعي ماشي يلا كملوا انتوا قبري طبعا بدي احكي للناس انه انا صاحي في مكان مريح ايش ابو الشوكيش صباح الخير يا كبير كم الساعة؟ 10 الصبح شو؟ 10 تخوض قاعد هو اي ساعة البوفيه تبع الفطور؟ خلاص 10 لا يا زلمة راح علينا الفطور هلا صعب ما بنقدر نفطر ادوكات في اشياء هون ايش في؟ في علاقة انت ايش تعمل يا ابني؟ خليك 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 طلع يا جماعه مبسوط هيك هيك بالماليه طب اسمعوا انتوا حطوا لي هون الجوز ايش بدك هسه القعد بالضبط وضع عندي خلاص قفز معك طب يلا انجوي يا اخوي ليش اوكي مبسوط خلاص لا عليك خلاص عرفتك شو ما شفت ابو الرب تعال روح احنا على المسبح خلي دوكات هو لحاله طب استنى امسك الكاميرا ونص كده ضايقه امبارح دوكات زيك احنا مع شاب حليف في حمامه بتحمم كثير غريب خليني بس اشوف قبل لا وين هذا الباب حمام ما له باب هيك ما له مش قادر مش حاسس بخصوصه ما له باب ما له شيء هيك ضربته الهواء اتحمم يلا اتحمم قدام كل حد ايش في الله تعال هل بخل من هون؟ اه خلينا نجرب ايش واحد لا مين؟ والله جبتها جرب تعال طيب شباب احنا حننقل لغرفة تانية لانه ابو الرب اجا وعملنا ازمة بالغرفة فالفندق عشان ما يكسفني مع ابو الرب قرر يعطيني غرفة تانية انا مبسوط لانه ما بحس حالي مثقل عليكم بحس حالي ضيف خفيف يعني بصراحة انت كثير منورنا يعني الله يسعدك لا لا كثير شم ايش شم يا استحي مو ملاحظ انك طولت كثير يعني المكتب ما اشتقت له يعني منورنا انت شاف مو حاسك مرتاح انا موجود لا 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 كثير مرتاح حبيبي الله يسعدك شكرا على الاستضافه ساتر يا رب شو الغبي هذا اهلا وسهلا فيكم في غرفة الجديد هاي الغرفة اصغر يا زلمة بس معاها استنى هون المفاجأة انت اللي سويتها على فكرة بتقولي الغرفة صغيرة والله حلو الصراحة 24 ساعة فاتحة سكرش زي المسار الله الله بدي اروح اليوم ابو الرب بدك تروح اليوم انا وياك اليوم لا شغال يلا يا اخوي بدنا نسبح جاهز مش حاسه يا ابني جاهز افهم واضح خدها انا والله كيف اخوي والله نار اخوي اجواء لا مبين عليك سبيح حبيبي اه دوكات امبارح كنت اسمع مسبح اطفال شو اللي لابسه كذاب انت جبتهم ولا شفتك تشتريهم من محل هلا بشقوش طلع غبي يا سيدي حتخبط على راسك ايه حتخبط على راسك خلص مش هيك مش هيك يا عمو مش هيك يا حبيبي الكاميرا صار لها شيء لا ابدا اخوي انت امبارح دفعت الحساب على اكلك اليوم انا عازمك حبيبي تسلم تعال اخوي يلا اخوان اتدللوا ايش في عندك يا كبير قولي يبقى
على اتفاقنا البوفيه كله بدي الاقيه على الطاوله. ابشر. سفاح السمك بوبي من معه ما عجبني صح. يا جماعة احنا رجعنا من الفطور انا ودوكات دخنا ونمنا، بس هلا رنوا علينا الاوتيل قالوا لنا تعالوا هلا هلا تعملوا قاعدين نمتوا بعد الفطور تعالوا على السبا. في انتوا السبا بتتنافسوا مع بعض يعني؟ في منافسات. مين احلى سبا؟ يعني اخوي بدي اياك تنبهر اليوم. لمبه هاي في الكوس والله طلع لها ولا مش بالهول تفضحناش يا زلمه. ايش اسمه هاي؟ شو اسمه؟ والله مطلع موفين سي بس سبا. والله والله يعني اوكي انتم ماخذين جوائز وكل شيء بس لسه ما احنا ما قيمنا. لا انا ولد ويكات مضبوط اخوي؟ احنا لانه كل اسبوع بسبا كل اسبوع بسبا فبدنا نشوف من احسن سبا بعدين نضل نعتمده دائما يعني. بالضبط. هون راح تشوفوا شيء ابدعت. هون غير اي سبا احنا عليها؟ اي سبا. طيب يلا. بعدين وقت السبا اسكبر مخك تضحك ماشي. اسال اي سؤال مبين لك فاهم. ماشي اوكي. ولك في يوم انت فاهم ولا مش فاهم؟ تلبس السوار صح كل مكان. انا فاهم يا ابني انت مش فاهم. لا 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 اشرح بالانجليزي انا لبلب. في ويتنج روم اوكي هاي فوزوا فيها بمسابقه افضل ويتنج روم ولا لانه بيعتبر الارت مجوزه من البيزنس. ليه شوي عيدها. ايش بدك عيد ارتك بالعربي عيد الحكي بالعربي. الارت الارت هو الفن. طيب تمام خلص. ايه ليش عشان نعمل روحه نفسيه اخوي. عرفت شو اسمه ولا لا؟ هاي زين هاي زين اسمح داخلي. هاي كبير الهايدروبول هون. الهايدروبول طبعا هي مينرالز ذات سي ووتر 3% منها مينرالز ذات سي ووتر تو كومبير تو ذا ايتر. سو وينيفر لما تفتح عينيك بالماء عادي ما بتتاثر لانه نفس ملوح الدم عينيك. ولا شيء ما في ديفرنس هايدروجيلز ملوحه الماء زي ملوحه عينك فلو تفتح عينك ما بتصير شيء. او نوقف انه عيني مالحه والله. لا فيها 3% مش هيك مش هاي المعلومة اللي بتعطيك اياها. كمان السبا كونها ويلنس كونها يعني هيلث كونسبت فممنوع فيها الدخان ممنوع فيها طبعا احنا ما بندخن اصلا. بالضبط فهي بشكل عام الدخان ممنوع في السبا. اخوي فهمت شو هاي مية البحر الميت؟ نعم اوكي هاي مية البحر الميت. بتنزل فيها بتضل. لا بشكل وصف في وصف احسن منك. لا شوي شفتك تحكي واو حكيت فلودنج اجست ذا سن وشي زي هيك كذا هو يعني لازم احكي لك اياها بالانجليزي عشان تنبهر. والله اسمع تفاجات قبل شوي. هسه هاي الماي جات فلودنج وفي الشمس سبحان الله ولا عمري توقعت انه فعليا اطوف من شمس انه ما شاء الله. انا هنا فهمت والله انه انت تقدر الفكره من الموضوع كله انه انت بتطوف. اوكي انا الغبي. ماشي ايش تطفو على الكاب. الحمام طبعا احنا بنعمل جولة في الحمام. لسه لسه جينا من هون فتنا. لا ايش شو هذا الرياكشن لما تشوفوا اخر الفيديو. شكله شيء قوي. دوكات جاهز حالك دوكات جاهز حالك بتحكي لك في شيء قوي بدك تفوقه عاد هذا تحت فجأة. يلا لا لا ترميهاش ترميهاش سنة 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 فيها شغلات والي يا زلمه. الله الله حلوه. لا 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 ايش في تطلع قاعد في تعال اللي فيو حلو يا زلمه بجنن. استغله الله هون يا جماعة اسم المكان
انفينيتي بول، وبصراحة أروع أسباب أشوفه في حياتي. شوفوا دويكات كيف قاعد عميقة. اسمع زغلول بالحمام اوكي، فانه الثلاث مرات لازم نطلع من الغرفه. حضرته طلع هاي حضرته، مش عارف كيف اقول له لازم نطلع. مش راضي يقتنع انه هذا مش بيته ولازم نطلع. يلا اخوي اسمع، بدي اياك تكيف. اعتبر هذا بيت اخوك. اسمع انا عندي فكره لك، فكره اسطوريه. اسمع ايش انت حتتفاجئ، بدل ما نتعشى ببوفيه نتعشى بمكان بعمان. ليه؟ علي انا عزمك. لا اخوي تعزمني ببيتي. لا انا اسمع، علي ما عليك، بديك عمان بس لازم تعرف في شغله معينه. لازم ناخذ اغراضنا من هون، يعني مش لازم، يعني لازم ناخذ اغراضنا ونروح، عشان ما بدنا حد يسرق البيت. حد يسرق البيت بغاضنا يا زلمه. صح. فبناخذ شهاتينا وكل شيء وبنروح على عمان على المطعم اللي جنب بيتك. سبحان الله، وجنب بيتك سبحان الله بس. وبس بعدين نشوف شو بنسوي، وبسلم على اهلي بالمره وبرجع. خلص اوكي. يلا جيش الزغليل، هذا هو كان الفيديو لليوم. لا تستعملوا لايك سبسكرايب وشير، ونشوفكم على الفيديو الجاي. ودويكاتي رجعني على الفندق. مع السلامه.